السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات قسم السوفت وير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنتكلم في المحاضرة الرابعة للأسبوع الرابع، اللي هي محاضرة بتتكلم عن أول جزئية في الأوبجكت والكلاس. طبعا بتتميز لغة الجافا ان هي لغة أوبجكت لغة من لغات الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. طيب انا كده هنبتدي اشرح لكم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو الاوبجكت اورينتد بروجرامينج؟ ايه هو تعريف الاوبجكت اورينتد بروجرامينج؟ بيقول لي تعريف الاوبجكت اورينتد بروجرامينج هو بروجرامينج بارادايم بيزد اون ذا كونسبت اوف ذا اوبجكت. طيب based on the concept of the object مفهومة ان احنا بنعمل لغة برمجة بناء على حاجة اسمها الاوبجكت اللي احنا لسه نعرف معناها. طب ايه هي البروجرامينج بارادايم؟ قال لي معنى كلمة بروجرامينج بارادايم اللي هي الستايل اوف بروجرامينج او الواي اوف ثينكينج اباوت سوفت وير كونستراكشن. يعني ايه طريقة التفكير بتاع حضرتك في بناء البرنامج بتاعك اسمها بروجرامينج بارادايم. طيب هي طريقة التفكير او الستايل او الميثودولوجي بتختلف من 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 كود لكود. بتختلف من كود لكود. لو عايز افكر حضراتكم ان انتوا خدتوا اول مادة برمجة خدتوها، كنتوا بتتعاملوا دايما اي حاجة بتكتبوها جوه المين كلاس المين ميثود، كل حاجة بتكتبوها جوه المين ميثود في لغة السي بلاس بلاس. كنت اول ترم خدت برمجة في لغة السي بلاس بلاس، كنت بتتعاملوا اي حاجة بنكتبها جوه مين، جوه المين ميثود. ده نوع من انواع البروجرامينج بارادايم، او ده نوع من انواع الميثودولوجي، او ده نوع من انواع الستايل. في ستايل تاني بقى اللي هو مبني على استخدام الاوبجكت. يبقى في ستايل اللي هو العادي، وفي ستايل اللي هو مبني على الاوبجكت. طيب الستايل ده او البروجرامينج بارادايم مش المقصود بلغه البروجرامينج بتاعتك، لا، ده المقصود بالميثودولوجي اللي انت بتبني بها البرنامج، او الطريقه اللي انا ببني بها البرنامج بتاعي. يعني ايه الطريقه؟ قال لك الطريقه ديت اللي انا لسه بتكلم معاك فيها، بقول لك انت عندك طريقه ممكن تبني البرنامج بتاعك جوه المين ميثود، وعندك طريقه تانية بتبني البرنامج بتاعك جوه باستخدام الاوبجكت، وعندك طريقه تانية بتبني البرنامج بتاعك عن طريق ايفنت يكون في عندك اكشن بيحصل، وعندك طريق برنامج تاني ان انت بتستدعي فانكشن وبتعمل كولينج اللايبراري. ففي في في طرق كتيره او ميثودولوجي كتيره او افكار كتيره نبني بيها البرنامج بتاعنا. الافكار الكتيره دي او الميثودولوجي او الستايل، المصطلحات اللي انا بقولها دي هي معنى كلمه بروجرامينج بارادايم. خلي بالك بيقول لك اللغات اللي موجوده ديت اللي هي لغه السي بلس بلس او الجافا او اي لغه بروجرامينج بتبقى سهله ان انت تكتبها في بعض البارادايم، لكن في التانيين في الانواع التانيه بتكون مختلفه. يعني ايه؟ يعني لغه الجافا هي اوبجكت اورينتد بس. هل ان احنا ينفع ان احنا نستخدم لغه الجافا في حاجه تانية في ستايل تاني؟ يقول لك لا. ففي لغات بيبقى سهل قوي ان انت تتعامل مع بارادايم معين، لكن باقي البارادايم بيكون صعب عنك. كمان لغات البروجرامينج ممكن تكون بتعمل سبورت لاكتر من بارادايم زي السي بلس بلس. السي بلس بلس لو حضرتك فاكر معايا ان انتوا خدتوها كورسين اتنين، كورس في ترم وكورس في ترم. الترم الاولاني خدتوها بطريقه البروسيدير، اللي هي ايه طريقه البروسيدير؟ اللي انا بكتب كل حاجه جوه المين ميثود. والترم الثاني خدتوها بطريقه الاوبجكت اورينتد، ان انا بتعامل مع الكلاس. يبقى لغه السي بلس بلس ده اهي ليها اكتر من بارادايم، مره اتعاملت بطريقه الاوبجكت ومره اتعاملت بطريقه البروسيدير. يبقى في لغات بتعمل سبورت لاكتر من بارادايم. طيب هنديك امثله بقى على بعض البارادايم. بيقول لي اول انسان على مثال على البروجرامينج بارادايم، بيقول لي الاول هو ايه تعريف البروجرامينج بارادايم؟ قال لي هو ريفير تو ذا واي اوف
عبارة عن طريق، زي ما احنا قلنا طريقة of الاستراكشر بتاعت التاسكس بتاعت الكمبيوتر بيرفورم، او عبارة عن الميثودولوجي، عبارة عن الستايل بتاع البروجرامينج. في امثلة منها، في امثلة منها. اول مثال ده اللي احنا خدناه في الترم الاول في السي بلس بلس، اللي هو كل حاجة بكتبها جوه المين ميثود اللي هي اسمه البروسيدير. البروسيدير في لغات كتيرة شغالة بروسيدير. الاوبجكت اورينتد، الاوبجكت اورينتد ان انت بتتعامل مع الكلاس وبتتعامل مع الاوبجكت، والبرنامج بتاعك بيكون مجموعه من الاوبجكت ومجموعه من الكلاس، وهما اللي بيعملوا التاسك بتاعتي. في ثلاث انواع تانيين زي الديكليريتيف والفانكشنال والايفنت دريفن، يعني هما محتاجين شرح، بس هما دي لغات ممكن ان انت تدرس منهم واحده ولا اتنين طول المرحله الجايه يعني في الكليه. بس من مثال على الايفنت دريفن، الفيجوال بيزك والسي شارب. ايه هو الايفنت دريفن؟ قال لك ان انا بيكون عندي ايفنت هاندلنج، اللي هي مجموعه من الكلاسات اللي بتعمل اكشن في الاخر، او بتعمل ايفنت، او بتتعامل مع الماوس والكيبورد والحاجات اللي هي ايه بتاخد ايفنت. خلاص، فديت دي امثله على البروجرامينج بارادايم. اول نوع من امثله البروجرامينج بارادايم اللي هو البروسيدير بروجرامينج، بيرمزوا له بالرمز بي بي، بيسموه اللاين بروجرامينج، بحيث ان هو بيشتغل توب داون. يعني ايه بيشتغل توب داون؟ ان انت بيكون عندك مجموعه من الستبس او مجموعه من الانستراكشن بنفذها ستيب باي ستيب، زي المثال اللي هوريه لكم في الرسمه ده، ان انا بيكون عندي يعني ايه كل الاكواد انا كاتباها جوه المين ميثود، او كل الكود بتاعي كاتباه جوه المين ميثود. لو انا جيت عملت كولينج الفانكشن معينه، فبنادي الفانكشن ديت، طب جوه الفانكشن دي عملت كولينج، فبروح اخلص لحد ما اخلص الفانكشن ديت. مجرد ما الفانكشن التانية دي بتخلص برجع للقديمه، مجرد ما القديمه بتخلص برجع للمين، وابدا اكمل كل السطور بتاعتي. لقيت هنا كولينج الفانكشن، فنفذتها من اول للاخر، اول ما خرجت رجعت على السطر اللي بعد. فهي عباره عن مجموعه من الانستراكشن او الاوامر بتتنفذ ستيب باي ستيب، اي بتتنفذ بروسيدير من توب تو داون. بديك مثال، كالكوليت الافريج اوف الاري ايتم. انا عندي اهو كود بحسب، بعمل انيشاليز وبعمل ديكلير للاري. فاول حاجه ناديت على فانكشن اللي اسمها جيت الاري او جيت الانبوت، فروحت منفذه الفانكشن دي لحد ما خلصتها. مجرد ما خلصتها جيت للسطر اللي بعده، نفذت السطر اللي بعده، لقيته بيقول لي بعد كده كولينج للفانكشن اللي هي بتعمل كالكوليت، وانا بعمل الفانكشن ديت لقيته بيحسب الافريج. خلصت حساب الافريج لقيته بيحسب السم. طب هو بيحسب السم، نادى على فانكشن اسمها سم، ويخلص السطور بتاع الفانكشن اللي اسمها سم، رجع هنا بعد كده، وبعد ما خلص رجع للمين ميثود وبكمل باقي السطور. دي بنسميها البروسيدير. طيب ايه هو بقى الاوبجكت اورينتد بروجرامينج؟ لو تفتكروا التعريف اللي كان في اول سطر، اللي هو بروجرامينج بارادايم بيزد اون ذا كونسبت اوف اوبجكت. يعني هو بروجرامينج بارادايم، واحنا فهمنا يعني ايه بروجرامينج بارادايم. بروجرامينج بارادايم مش مقصود بلغه بروجرامينج، لا، بروجرامينج بارادايم دي طريقة التفكير او طريقة التكويد بتاعتي في البرنامج بتاعتي. في الجافا بقى، او في فكرة الاوبجكت اورينتد، ان البارادايم بتاعي بيكون مبني على الاوبجكت. طب ايه هو الاوبجكت؟ قال لي الاوبجكت ده هو سينج شيء، سواء كان محسوس او غير محسوس. في امثلة عليه كتير، القلم، الكتاب، الكرسي، الشخص نفسه، التيم وورك، الساعة، اي شيء سواء كان محسوس او غير محسوس بنتعامل معاه كانه اوبجكت. طيب انا مثلا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل برنامج. انا بطلب من حضرتك كده تعمل برنامج للمدينه الجامعيه، للستودنت او اداره المدينه الجامعيه، ستودنت هاوسنج مانجمنت بروجرام. طيب الستودنت هاوسنج مانجمنت بروجرام، وانت بتفكر فيها، وانت بتفكر في البرنامج، لازم تطلع الاوبجكت الخاصة بالبرنامج ده. ايه الاوبجكت؟ قالك الاشياء اللي هتفيدني في البرنامج بتاعي، الاشياء اللي هتكون فيها داتا او بيانات مهمة. اي شيء فيه بيانات مهمة او فيه معلومات مهمة هتعامل معاه كأنه اوبجكت. الستودنت، طب انت هتقول لي الستودنت ده اوبجكت، ماشي. طب ايه المعلومات اللي مهمة اللي فيه؟ معلومات كتيرة، اسم الشخص،
او اسم الطالب، الرقم الاكاديمي بتاعه، الرقم القومي بتاعه، في حاجات كتيره قوي، معلومات خاصه بالستودنت. يبقى انا هتعامل مع الستودنت ده كاوبجكت بما انه فيه معلومات مهمه خاصه بيه. طيب الروم، رقم الغرفه، رقم الغرفه ده حاجه مهمه جدا، انا محتاجه اعرف عندي كم غرفه، رقم الغرفه ايه. فالغرفه دي نفسها اوبجكت جواه معلومات مهمه، فهو يعتبر اوبجكت هستخدمه في البرنامج بتاعي. الفرنيتشر الاساس، انا لو عندي 2 في الاوضه هيبقوا محتاجين سريرين ودولابين، فلازم ابقى عارفه الاساس المتوفر اللي في المدينه الجامعيه. البيلدينج المبنى نفسه، ما انت عندك في المدينه الجامعيه بيكون اكتر من مبنى، فكل دي اوبجكت هيكون فيها معلومات مهمه. يبقى اول حاجه طالما احنا اتفقنا هنشتغل بالبارادايم بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، نبدا نفهم ان اي برنامج لازم يكون فيه مجموعه من الاوبجكت المهمين. طيب لو انا بعمل بقى للكوليدج انفايرومنت، او بعمل لاداره بقى الكليه بتاعتنا، لاداره الكليه بتاعتنا، ابدا بقى شوف اول حاجه عندك الستودنت، تاني حاجه عندك التيتشر، عندك الكورس نفسه، عندك الكلاس انت في المستوى الكام، عندك الجريدنج ريبورت التقرير في اللي فيه الدرجات، عندك المكان اللي انت هتاخد فيه. فكل دي اوبجكت مهمه قوي في البرنامج بتاعي، فلازم احددها في الاول. برضو في مثال كمان اهو، السوبر ماركت انفايرومنت، تمام. طيب الاوبجكت بقى بيتكون من ايه؟ قال لك الاوبجكت بتاعك بيتكون من حاجتين اتنين مهمين جدا. اول حاجه اسمها الداتا اللي احنا لسه كنا بنقول عليها، العمل المعلومات المهمه الخاصه بالاوبجكت. لو انا اديتك مثال على الستودنت، هتقولي الستودنت الداتا الخاصه بيه اسمه ورقم الاكاديمي بتاعه وهو في الجريد رقم كام وهو وهو وهو، دي اسمها المعلومات او البيانات الخاصه بالاوبجكت. امال ايه الاوبريشن؟ الاوبريشن دي الاكشن او الحاجات اللي هو بينفذها، زي مثلا الستودنت ان هو بيحضر المحاضرات، الستودنت ان هو مثلا بيخش الامتحان، الستودنت دي العمليات اللي هو بيعملها او الاكشن اللي هو بيعملها. هديك مثال، الاول حاجه البرودكت، البرودكت ده اوبجكت، المنتج ده اوبجكت، في معلومات مهمه فهو يعتبر اوبجكت. بص بقى معايا على امثله على الداتا، اول حاجه البرودكت نيم، تاني حاجه البرودكت كود، تالت حاجه البرايس، رابع حاجه البروسيدير، خامس حاجه الديسكاونت. طب ايه الاوبريشن اللي بيعملها البرودكت، او ايه الاوبريشن او الاكشن اللي انا بعملها على البرودكت؟ قال لك موديفاي للبرايس، سيت ديسكاونت، سيت برودكت نيم، جيت برودكت برايس. فدي كلها يعني اتعاملت مع البرودكت كانه اوبجكت، والاوبجكت ده بيتكون من داتا واوبريشن، فانا حددت الداتا بتاع البرودكت وحددت الاوبريشن اللي هو هيعملها. نيجي مثال للستودنت، قال لك ستودنت نيم، يونيفرسيتي اي دي، البيرث ديت، الادرس، الجي بي اي، الستادي ليفل. طب ايه الاوبريشن اللي هو يعملها؟ قال لك موديفاي للجي بي اي، تشينج ستادي ليفل، جيت ستودنت نيم، جيت ستودنت ادرس. دي كلها اوبريشن او اكشن خاصه بالستودنت. طيب ايه الكلاس بقى؟ طب احنا فهمنا الاوبجكت، ان الاوبجكت ده شيء والشيء ده فيه معلومات مهمه فانا بخزنها عندي في الداتا، وفي اوبريشن برضو مهمه بيعملها فانا بخزنها في الاوبريشن. ايه الكلاس ده؟ بيقول لك مثلا ان انا عندي مثلا في كليه حاسبات قسم السوفت وير، انت قلتوا لي ان انتوا مثلا حوالي 30 طالب. طيب ال 30 طالب دول انا لما اجي اعمل هعمل كام اوبجكت؟ هتعمل 30 اوبجكت. قال لك هتعمل 30 اوبجكت، يعني هيكون عندك من ستودنت واحد لستودنت 30. فهل معقول هقعد اعمل لكل واحد لوحده؟ قال لك لا. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل كلاس. الكلاس ده عامل زي الرسم او التخطيط لفكره، يعني هيكون عندي كلاس اسمه ستودنت، الستودنت ده هو فيه الداتا وفيه الاوبريشن، تمام. من الكلاس ده هو بقى هعمل مالتيبل اوبجكت. يبقى دلوقتي تاني بالراحه، انا دلوقتي فكره الكلاس وفكره الاوبجكت عشان توضح لحضراتكم. اول حاجه تخيل عندي المهندس اللي بيبني، اللي هو اللي بيسموه المهندس المعماري. المهندس ده اول حاجه بيكون عنده بيرسم تخطيط للبيت. يعني ايه بيرسم تخطيط للبيت؟ انا بخطط البيت ان انا بعمل ايه،
باجي كده عامله واخده رسمه ورقه وبرسم عليها ان انت عندك كام اوضه، وان انت عندك مثلا لون الاوضه ايه، الاوضه مساحتها ايه. فانت حطيت الداتا المهمه كلها في الرسمه دي. عارفين الرسمه دي اسمها ايه؟ دي اسمها الكلاس بتاعي، التمبلت كده، يعني بيسموه ايه، التمبلت بتاعه بتاع التصميم بتاع الكلاس، التمبلت بتاع التصميم بتاعي انا حطيته في الكلاس. يعني ايه التمبلت؟ يعني التقسيمه، انا حطيت كل حاجه في الرسمه الهندسيه دي، يبقى الرسمه الهندسيه دي الكلاس. طب ايه هو بقى الاوبجكت؟ قال لك الاوبجكت ده البيت اللي هيبني. طب انا هبني بيت واحد؟ قال لك لا، ده انت ممكن تبني اكتر من بيت، وتغير بقى لكل بيت الداتا بتاعته، وتغير لكل بيت الاوبريشن بتاعتها، بس الاساس موجود فين؟ موجود في الكلاس اللي اسمه ايه، اللي اسمه ستودنت. فخلي بالك انت عندك اكتر من ستودنت، فعشان نحل الموضوع ده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كلاس اسمه ستودنت، خلاص، فيه الداتا بصفه عامه وفيه الاوبريشن بصفه عامه، ونعمل من الكلاس ده هو اكتر من اوبجكت، اكتر من اوبجكت. يعني عندي كام كلاس؟ كلاس واحد. وعندي كام اوبجكت؟ مالتيبل اوبجكت، خلاص، يبقى 1 كلاس 2 مالتيبل اوبجكت. يعني كلاس واحد عملت منه اكتر من اوبجكت، فمن الكلاس الواحد ده وحطيت فيه الداتا والاوبريشن، وطلعت اكتر من اوبجكت، ان انا عندي ستودنت 1 وستودنت 2 وستودنت 3. طيب هل انا بستخدم الكلاس زي ما هو ما ينفعش اغير فيه؟ قال لك ممكن تضيف في الكلاس اي ميثود، فبالتالي الاوبجكت كلها هيشوفوه، او ممكن في يعني هنا ضاف متغير اسمه الايميل، وضاف متغير اسمه برنت ستودنت انفورميشن، فباقي الاوبجكت ايه شافوها، او ممكن كل اوبجكت يبقى ليه حاجه زياده. ده بيختلف على طريقه الفكره بتاعتك. طيب انا عندي مثلا الستودنت واحد ده، الستودنت واحد ده اوبجكت، الداتا بتاعته ايه؟ اول حاجه الستودنت نيم احمد، اليونيفرسيتي اي دي 1050، الجي بي اي 3.75، الاستادي ليفل 5. طب ده الستودنت واحد. طب والستودنت اتنين؟ مختلف. طب والستودنت تلاتة؟ مختلف. بس انا عندي الاساس هو مين؟ الاساس هو الكلاس. طيب بيقول لك بقى الكلاس وير اوبجكت كوم فروم، فالكلاس ده المكان اللي بيجي منه الاوبجكت، فالكلاس هو الكود اللي بيوصف البارتيكولار تايب اوف الاوبجكت. ده بيحدد لك كمان الداتا بتاعه الاوبجكت، وبيحدد لك كمان الاكشن بتاعه الاوبجكت، كل حاجه متحدده في مين؟ متحدده في الكلاس. فعشان كده بقول لك فكر ان في الكلاس او الكود بتاع الكلاس هو البلو برينت. يعني ايه البلو برينت؟ ده عباره عن المكان اللي بيشيل الداتا بتاعه الاوبجكت اللي بيسموها الاوبجكت فيلد، وبيشيل الاكشن اللي هيعملها الاوبجكت اللي بنسميها الاوبجكت ميثود، او بنسميها الاوبجكت اوبريشن. يا رب تكون فكره الاوبجكت اتفهمت وفكره الكلاس. خلي بالنا عندنا كام كلاس؟ كلاس واحد بس. وعندنا كام اوبجكت؟ اكتر من اوبجكت. طب مين الاساس، الاوبجكت ولا الكلاس؟ لا، الاساس الكلاس، ومن الكلاس ده هو عملت اكتر من الاوبجكت. بيقول لك لما البرنامج بتاعك بيران هنعمل كرييتنج للكلاس. مجرد ما بتعمل كرييتنج للكلاس بيتخزن في الميموري، بتروح عامل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ ميني اوبجكت. ميني اوبجكت يبقى هو 1 كلاس وميني اوبجكت. خلي بالك كل اوبجكت انت بتعمل له كرييتنج بنقول عليه بقى ايه؟ هو انستنس اوف ذا كلاس. خليكم حافظين الكلمه دي، كلاس اسف اوبجكت از انستنس اوف الكلاس. يعني ايه الجمله دي وانتوا حافظينها ليه؟ معناها ان الاوبجكت انستنس من الكلاس، يعني بياخد خصائصه، بي 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 بيبقى متخزن جوه الكلاس الداتا والاوبريشن والاوبجكت. مش عايزه اقول نسخه منه، لا هو مش نسخه منه، هو كلمه انستنس اوف هنفهم معناها بعد كده، بس هي المفروض ان هو مبني عليه، يعني هنادي على الداتا اللي جواه وهنادي على الاوبريشن اللي جواه. طب بنعمل الاوبجكت والكلاس ازاي؟ قال لك اول حاجه، تعالوا بص طريقه الكتابه، قال لك اول حاجه مثلا كلاس اللي اسمه سكانر، ده كلاس اهو اسمه سكانر، عملت اوبجكت منه اسمه ايه؟
اسمه كيبورد. فسكانر كيبورد بتساوي نيو. نيو بعد كلمة نيو، كل اللي بعد كلمة نيو ده هو، كل اللي بعد كلمة نيو ده هو اسمه كونستراكتور، وهنفهم معناه يعني اسمه كونستراكتور. يبقى أنا دلوقتي عندي في الميموري متغير اسمه كيبورد، هو عبارة عن أوبجكت من الكلاس اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه سكانر. يبقى أنا باجي أقول اسم الكلاس، اسم الأوبجكت بتساوي نيو. إيه اللي بعد نيو؟ ده حاجة اسمها كونستراكتور، وهنفهم معناها دلوقتي. تيجي نبص على المثال التاني. عند كلاس اسمه راندوم، الأوبجكت اسمه راند بتساوي نيو. دوت اللي قلنا ده معناه إيه؟ ده معنى الكونستراكتور بتاعي. يبقى في فاريبل اسمه راند، هو عم بتخزن في الميموري على انه اوبجكت من الكلاس اللي اسمه راندوم. طيب في بقى كلاس اسمه ريكتانجل. خلي بالكم انا بجيب سؤال دايما في الامتحان اليو ام ال، فلازم نتعلم نكتب اليو ام ال ازاي. لازم نتعلم نكتب اليو ام ال ازاي. اليو ام ال بتاعك بيبقى متقسم لثلاث اجزاء، هو عباره عن مستطيل. المستطيل ده متقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني بكتب فيه اسم الكلاس، الجزء الثاني بكتب فيه اللي بنسميها الداتا بتاعتي اللي هي الفيلدس اللي هي المتغيرات، الجزء الثالث بكتب فيه الاوبجكت اللي هي الاوبريشن بتاعتي. يبقى اول كود هنكتبه ده اسم ايه؟ اتفقنا ده اسم الكلاس، فقلت بابليك كلاس ريكتانجل. عندي هنا المفروض متغيرين، مش متغير واحد، واحد اسمه ويتس واحد اسمه لينس، فقلت برايفت دبل لينس وبرايفت دبل ويتس. ايه البرايفت ديت؟ البرايفت ده موديفاير هنبدا نشرحه بعد شويه. طيب انا كده خلصت تعريف المتغيرات. خلاص يبقى اول حاجه اتعلمناها النهارده ان احنا نكتب الكلاس ازاي. اول حاجه بقول بابليك كلاس واسم الكلاس، بنيجي بعد كده نعرف المتغيرات بتاعتي. طيب الموديفايرز اللي انا لسه قايله لك عليه، قال لك الموديفايرز نوعين، هم اكتر من نوعين بس احنا هناخد دلوقتي الاساس، يا اما بابليك يا اما برايفت، يا اما بابليك يا اما برايفت. خلي بالك من الكلمتين اللي انا هقولهم دول، بابليك انسايد او اوتسايد الكلاس، اقدر ان انا انادي انسايد او اوتسايد الكلاس او الباكج حتى اقدر انادي. امال ايه البرايفت؟ البرايفت ما ينفعش غير انسايد الكلاس بس، inside الكلاس بس. يبقى تاني عندي ثلاث احتمالات، يا اما تكون جوه الكلاس، يا اما تكون بره الكلاس وجوه الباكج، يا اما تكون بره الكلاس وبره الباكج. طيب لو انا جوه الكلاس public وبرايفت هقدر اكسس الموديفاير ده. طيب لو انا بره الكلاس، بره الكلاس سواء كنت بره في نفس الباكج او بره الباكج public بقدر استخدمه، لكن برايفت لا. خلاص طيب يعني ايه داتا هايدنج؟ بيقولك انت بتعرف المتغير على انه نوعه برايفت، فانت بتعمل هايدنج للداتا، بتخفي الداتا بحيث ان انت ما تقدرش اي ما يقدرش اي حد بره الكلاس يستخدمها، ما يقدرش اي حد بره الكلاس يستخدمها. يبقى فكره كلمه الداتا هايدنج دي معناها ان انت، مهمه جدا على فكره المصطلح ده، ان انت ما تقدرش تستخدم الداتا بتاعتك غير جوه الكلاس. طب انا بعمل لها هايدنج ليه؟ بعمل لها هايدنج عشان امنع اي حد بره الكلاس ان هو ايه يستخدمها. طيب طريقه بقى كتابه الميثود، احنا عرفنا بنعرف اول حاجه بابليك كلاس ريكتانجل، بعد كده بنبدا نعرف المتغيرات. قلت برايفت، بصوا ده اليو ام ال، هشرحه كده بالراحه. فوق اسم المتغير، هنا فوق اسم الكلاس، اسف هنا اسم المتغير، نقطتين فوق بعض نوع. طب امال ايه السالب دي؟ السالب دي يعني برايفت. امال ايه الموجب دي؟ الموجب دي يعني بابليك. خلي بالنا تاني، متغير اسمه ويتس، نوعه دابل فرحت حاطه نقطتين فوق بعض دابل، الموديفاير بتاعه برايفت فرحت حاطه سالب. خلاص يبقى هنا في متغير اسمه لينس، نوعه دابل، الموديفاير بتاعه برايفت. طب نيجي للميثود بقى، الموديفاير بتاعي ايه بقى؟ هو الاكسس موديفاير بتاعي طالما الزائد دي يعني بابليك اهو، بتعمل ريتيرن لايه؟ قال لك الريتيرن ده هو بيبقى بعد النقطتين، يبقى بعد النقطتين كلمه void دي يعني الريتيرن، عشان كده قلت بابليك void. اسمها ايه؟ اسمها set length.
بتاخد ايه؟ بتاخد متغير اسمه لينس نوعه ضبط. لازم يبقى فاهمين ال UML. يبقى الميثود بتاعتي public void set length بتاخد double length، كتبتها كده اهو، زائد set length ما بين قوسين length نقطتين فوق بعض double، بعد كده نقطتين فوق بعض void، عشان ال void دي return data type. يبقى نيجي نكتب الكلاس بتاعنا public class rectangle، بتاخد private double length private double width public void set length double length. جواها بقى انا كتبت الامبلمنتيشن بتاعي، ان المتغير الاساسي اللي كان اسمه ايه، كان اسمه لينس، هياخد القيمه الجديده اللي انا هعمل لها باسنج في الميثود اللي اسمها سيت لينس، فعشان كده قلت له لينس بتساوي لين. طيب انت مجرد ما بتيجي بقى في المين ميثود وتعمل كرييتنج للاوبجكت، بتقول لي ايه ريكتانجل بوكس بتساوي نيو ريكتانجل. ايه ريكتانجل دي؟ اسم الميثود، اسم الكلاس. ايه بوكس دي؟ اسم الايه؟ اسم الاوبجكت. نيو ريكتانجل، قلت لكم اللي بعد كلمه نيو ده بيكون ايه؟ بيكون الكونستراكتور. انا دلوقتي ما اتكلمناش على الكونستراكتور، تعالوا بس نشوف ايه اللي هيحصل. قال لك مجرد ما انت بتيجي تعمل اوبجكت، فانا عملت متغير، متغير اسمه بوكس، المتغير ده اهو بيشاور على عنوان اوبجكت من نوع ريكتانجل، اهو شاور على عنوان اوبجكت من نوع ريكتانجل. هي ريكتانجل ده كان فيها كم متغير؟ متغيرين. يبقى جوه الاوبجكت ده اهو متغيرين، واحد اسمه لينس وواحد اسمه ويتس، بدلهم انيشاليزيشن على حسب نوعهم، هما نوعهم دبل فهياخدوا انيشاليزيشن بصفار. يا رب الجزئيه دي تكون اتفهمت. طيب لو جيت انا بقى قلت له بوكس دوت سيت لينس 10، بوكس دوت سيت لينس 10، ادي سيت لينس وبقول له سيت لينس ال 10، يبقى بقول له غير اللينس القديمه اللي هي كانت قيمتها بكام؟ بصفر، وحط فيها القيمه اللي انا بسطها لك اللي هي ال 10، يبقى اللينس بتساوي 10 دلوقتي. فبصوا بقى شكل الاوبجكت جوه، اللينس ب 10 والويتس بايه؟ بزيرو. هنكمل تعريف، هنكتب بقى الجيت لينس، بابليك كلاس ريكتانجل، برايفت دبل لينس، برايفت دبل ويتس. public void set length بتاخد double length واللينس بتساوي اللين. طب الجيت قالك public ودبل جيت لينس، انا دلوقتي عايزه اجيب اللينس اعمل له ريتيرن، فطالما هعمل له ريتيرن فهعمل له ريتيرن في قيمه من نوع ايه؟ من نوع دبل، واقول له ريتيرن المين، ريتيرن اللينس. خلاص كده انا عملت ميثود السيت وميثود الجيت لللينس بتاعي. تعالوا بقى نكتب البرنامج كامل بقى. قال لك البرنامج كده وانت بتحاول تكتبه حاول تقسمه. اول حاجة بعد ما تعرف الكلاس عرف المتغيرات، وبعد المتغيرات اعمل الستر، وبعد الستر اعمل الجيتر ميثود. الستر انا عندي كم متغير؟ ويتس ولينس. طيب السؤال المهم هو انا بعمل ست وجيت ليه؟ قال لك بتعمل ست وجيت لان حضرتك معرف المتغير نوعه ايه؟ نوعه برايفت، فما ينفعش تستخدمه الا مين؟ الا جوه مين؟ الا جوه الكلاس. طيب عشان اقدر استخدمه بره الكلاس فانا بعمل ميثود تانية اسمها سيت ويتس وسيت وسيت لينس وجيت ويتس وجيت لينس، بيخليهم نوعهم ايه؟ بابليك. فانا عامله الستر والجيتر دول عشان احل مشكله الموديفاير اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه برايف. تروح ردد عليها تقول لي طب ما انا خلاص ما عرفوش ان هو نوع برايفت، اعرفه ان هو نوع بابليك. لا ما ينفعش، احنا قلنا احنا بنعمله برايفت، والبرايفت دي حاجه مهمه جدا عشان بتعمل حاجه اسمها داتا هايدنج، ان هي بتمنع ان انت تستخدمه بره الايه؟ بره الكلاس. المهم هنتعرف نعمل الستر والجيتر. احنا عرفنا اهو الستر قبل كده، هنعمل بقى المره دي ستر للويتس. فاقول له بابليك فويد سيت ويتس بتاخد دبل دبلو، والويتس بتساوي الدبلو، وجيت عملت الجيت ويتس وقلت له بتعمل ريتيرن المتغير من نوع دبل وريتيرن الويتس، وفي ميثود كمان اسمها جيت اريا بترجع دبل وبتعمل ريتيرن للينس في الويتس. خلاص يبقى انا دلوقتي عرفت الايه، عرفت يعني ايه اوبجكت، عرفت يعني ايه كلاس، عرفت اكتب ازاي اول حاجه الاوبجكت والكلاس، اكتب ازاي ميثود، واكتب ازاي اكتب ازاي الميثود واكتب ازاي الجيتر والست.
الحاجة اللي بعد كده بيتكلم على حاجة اسمها instance field و instance method. احنا متفقين ان اي class بيكون فيه مجموعة من الفيلدز ومجموعة من الايه من الميثود. مجرد ما الاوبجكت بيبقى بيعمله creating من الكلاس بياخد اون كوبي، بياخد اون كوبي، بياخد نسخه من الانستنس فيلدز. الانستنس فيلدز دي المتغيرات اللي عندي. طب والانستنس ميثود؟ قال لك الانستنس ميثود انا ما بقدرش استخدمها الا ما اعمل لها كولينج. وخلي بالك لو هي ذات ار نوت ديكليرد ويز سبيشال كي ستاتيك الانستنس ميثود ما اقدرش اقول عليها انستنس ميثود، ما اقدرش اقول عليها انستنس ميثود الا اذا كانت مش متعرفه ستاتيك، واحنا هنعرف ايه مشكله الاستاتيك دلوقتي. طيب انا عندي عملت كلاس من ريكتانجل اسمه اوبجكت اسمه كيتشن، واوبجكت اسمه بيدروم، واوبجكت اسمه دينر، يعني ثلاثة اوبجكت ادي اهوت. بقى الاوبجكت الاولاني مثلا انا مدياله 10 و14، والاوبجكت الثاني 15 و12، والأوبجكت الثالث 20 و30. طيب يبقى دلوقتي القيم عملت ستيت لثلاثة ديفرنت أوبجكت بقيم مختلفة. أول كلاس بيقولك عايزين نعمل أول كلاس، أدي الأول كلاس اللي احنا لسه كنا عاملينه، بيفهمك بس إن اللي فوق دول اسمهم الستر واللي تحت دول اسمهم الإيه الجيتر. لما بنيجي نعرف أوبجكت إزاي خدناها برضو، قلنا بنعمل اسم الأوبجكت، اسم الكلاس، اسم الأوبجكت بيساوي نيو، قلنا اللي بعد كده اسمه الإيه اسمه الكونستراكتور. مجرد ما بتعمل متغير مثلا ما تيجي تقول ريكتانجل بوكس، فانت بتعرف فاريبل اسمه بوكس بيشاور على المتغير اللي هو او بيشاور على الاوبجكت من الكلاس اللي اسمه ريكتانجل. خلي بالك انت ما عملتلوش انيشاليزيشن، فمجرد ما بتقول له نيو ده هي ساعه ما بتقولها نيو بتنادي الكونستراكتور، فانت بتعمل انيشاليزيشن. ده شكل يو ام ال. المفروض ان انت تتعود تاخد اليو ام ال ده هو بقى وتحوله لايه، وتحوله لكود. تاخد اليو ام ال وتحوله لكود. طب تعالوا اليو ام ال ده، اسم الكلاس ايه؟ سيلفون. اول حاجه عندي متغير اسمه مانيفاكتشر، نوعه برايفت، فانا هقول برايفت سترينج، اسم المتغير برايفت سترينج موديل، برايفت دبل ريتيل برايس. نيجي هنا للميثود دي، بابليك فويد سيت مانيفاكتشر، بتاخد ايه سترينج مان، بابليك سيت، بابليك فويد سيت مود بتاخد سترينج مود، خلاص. بابليك سترينج جيت مانيفاكتشر، بابليك سترينج جيت مود، بابليك دبل جيت ريتيل برايس. كده احنا خدنا اليو ام ال وحولناه. هرجع بقى للكتاب ونشرح منه جزء الكونستراكتور. اول حاجه في الكتاب بقى بيقول لك يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج. قال لك الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ان انا بعمل انكابسوليشن للداتا والميثود في باكج بنسميها كلاس. يعني فكره الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ان انت بيبقى عندك كلاس، الكلاس دي عبارة عن مكان او باكج بحط فيه الداتا بتاعتي وبحط فيها الميثود بتاعتي، خلاص. خلي بالك الكلاس دي بتتعامل مع بروبريتي اسمها الانفورميشن هايدنج، ان انا بحاول احفظ الانفورميشن بتاعتي اللي احنا لسه قايلين لكم عليها اللي هي النوع الايه اللي هو البرايت. طيب بنعرف الاوبجكت ازاي او الكلاس ازاي؟ قال لك اول حاجة انت بتعرف الكلاس، الكلاس بنحط فيه الداتا فيلدز بتاعتي وبنحط فيه البيهيفير اللي هي او بنحط فيه مجموعه الاوبريشن اسفه. فهو في مصطلحات كده لازم تخلي بالكم منها زي مصطلحات الستيت. الستيت ديت يا معناها بتبقى فيها الداتا فيلدز بتاعتي بيسموها ساعات البروبريتيز، تمام. والبيهيفير بيكون فيه الميثود او بيسموه اللي فيه الاوبريشن، تمام. عندي اول حاجه بيقول لك في هاد فيجر 4 1، ادي فيجر 4 1 ده البرنامج العادي اللي اتفقت عليكم معاه. قلت لكم البرنامج ده متقسم ان انت بتحط مجموعه الداتا فيلدز اللي بيسموها الستيت، وبتحط مجموعه الميثود اللي بيسموها الايه البيهيفير. طيب الاوبجكت بقى ان انت بيكون عندك اوبجكت مثلا بدي قيم للداتا فيلدز وبنادي على الميثود اللي اسمها ايه
اللي اسمها find area. خلاص، فالمهم ان انا عندي فيلدس، الفيلدس دي الداتا، فمثلا زي الريديوس بتساوي 5، والميثود زي ميثود اسمها find ايه find area. يبقى الكلاس بتاعي بيتكون من حاجتين مهمين، الاول حاجه اللي هي مجموعه الداتا فيلدس اللي بيسموها الستيت او البروبريتي، والبيهيفير اللي بيكون فيها مجموعه الاوبريشن او مجموعه الاكشن بتاعتي او مجموعه الميثود. خلاص، نيجي بعد كده الاول مثال اللي هو كلاس السيركل. بيقول لي ايه؟ كلاس سيركل دبل ريديوس بتساوي 1، دي داتا فيلد. طيب ايه سيركل وفتحة قوس وقفلتها، وايه سيركل بتاخد دبل نيو ريديوس، وايه دبل فايند اريا؟ احنا دبل فايند اريا اللي تحت دي عارفينها ان هي ميثود، امال ايه دول؟ قالك دول نوعهم كونستراكتور. نوعهم ايه؟ كونستراكتور. طب ايه هو الكونستراكتور؟ هنبدأ نشرح الكونستراكتور. الكونستراكتور اول حاجة بيقول لي هو special kind of method، هو نوع خاص كده من الميثود. يعني ايه special kind of method؟ يعني ايه نوع خاص؟ يعني هو ميثود بس مش زي الميثود بالظبط. طب يعني ايه برضو؟ قالك الكونستراكتور ليه شوية شروط كده، انا كاتبهم لكم ورا بعض. اول حاجة must have the same name as the class itself، يعني لازم ولا بد اسمه يكون نفس اسم الكلاس. don't have a return type، ما بيرجعش اي type، يعني no ما فيش return ولا حتى void ولا حتى void. طب ما احنا عارفين ان الفويد ده نوت ريتيرن، لا حتى كلمه الفويد ما الفويد دي بنعتبرها ان هي نوع من انواع الريتيرن تايب. فانا بقول لك حتى الكونستراكتور ما ينفعش تحط له فويد، عارف لو حطيت له فويد بقى ميثود ما بقاش كونستراكتور. شوف الجمله اللي بعد كده بقى، الكونستراكتور ده اهو بعمل له انفوكت، يعني بعمل له كولينج، يعني بناديه لما باجي اعمل ايه، لما باجي اعرف الاوبجكت، لما باجي استخدم ايه، استخدم نيو اوبريتور. فاكرين لما كنا بنيجي نعرف سكانر كيبورد بتساوي نيو، قلت لكم اللي بعد النيو ده هوت، اللي بعد النيو ده هوت هو الكونستراكتور بتاعي، انا بنادي على الكونستراكتور بتاعي. يبقى الكونستراكتور هو must have the same name of the method of the class، must have the same name of the class. الكونستراكتور don't have a return type، الكونستراكتور بعمل له invoked بعد النيو اوبريتور. قال لك في حاجه كمان، نقطه رابعه، ايه هي؟ جوه الانستراكتور بعمل خطوات الانيشاليزيشن، جوه الكونستراكتور بعمل خطوات الانيشاليزيشن وهنشوفها دلوقتي. طيب تعالوا نبص على اول مثال للكونستراكتور ده، هو بيسموه الديفولت كونستراكتور. ايه الديفولت كونستراكتور؟ اسم الكلاس، بفتح قوس واقفل الكورس، ما بعملش حاجه زياده عن كده. طب اسمه ايه ده؟ اسمه الديفولت كونستراكتور. طب لو انا ما كتبتوش، لو انت ما كتبتوش، الجافا بتعمل له اوتوماتيك، يعني بتعمل له اوتوماتيك ان هو بتعمله. طيب في كمان كونستراكتور بيكون نو ارجيومنت، ما بياخدش اي بارامتر. وفي كونستراكتور بقى بياخد بارامتر، فده برضو نخلي بالنا ان الكونستراكتور بيكون في عمليه اوفررايدنج، ان هي بيكون عندي اكتر من كونستراكتور. ممكن كونستراكتور ما يكونش بياخد ارجومنت، ممكن كونستراكتور بياخد 2 ارجومنت او واحد بياخد واحد، فنخلي بالنا من النقطه دي. خلي بالكم الكونستراكتور قلنا بنستدعيه بعد مين؟ بعد كلمه نيو. فانت بتيجي تقول نيو واسم الكلاس ومجموعه الارجومنت، قلت لكم اللي بعد النيو ده على طول ايه؟ على طول ايه هو الكونستراكتور بتاعك. تعالوا ناخد مثال نيو سيركل. نيو سيركل وانا بعمل اوبجكت، فانا بقول له ناديلي على الكونستراكتور اللي اسمه ايه، اللي اسمه سيركل، اللي هو ما بياخدش ورا ارجومنت. ناديلي على الكونستراكتور اللي اسمه سيركل اللي هو بياخد ارجومنت من نوع دبل. فانا دلوقتي وانا بعمل الاوبجكت بقول له اعمل لي، ناديلي على الكونستراكتور ده. فبيقول لك الكونستراكتور اللي انت بتستدعيه ده اهو، بتستدعيه بعد ما بتنادي على كلمة ايه؟ على كلمة نيو. اول نوع من انواع الكونستراكتور الديفولت. قالك الديفولت كونستراكتور ده
ممكن الكلاس بيعمله declared من غير ما انت تعمله. حتى بيقول لك النو ارجومنت كونستراكتور اللي هو البادي بتاعه بيكون امبتي، ده بيسموه ديفولت كونستراكتور. يبقى معنى تعريف الديفولت كونستراكتور هو عباره عن نو ارجومنت كونستراكتور والبادي بتاعه بيكون ايه، بيكون امبتي. يبقى هو النو ارجومنت كونستراكتور والامبادي بتاعه بيكون امبتي. خلاص زي دي، ده مش ديفولت، ده مش ديفولت ليه، ده ارجومنت بقى واخد متغيرات، واخد بارامتر، فده ارجومنت كونستراكتور مش ديفولت. الديفولت اللي بيبقى مش واخد ارجومنت والبادي كمان بتاعه ايه، امتي، والبادي كمان بتاعه فاضي، يعني البادي بتاعه ما فيش بادي وما بياخدش ارجومنت، ده اسمه الديفولت. خلاص، لكن لو انت بقى حطيت ارجومنتك زي كده ده ما بقاش اسمه الديفولت، ده بيبقى ارجومنت كونستراكتور. طب ده ديفولت؟ لا ده مش ديفولت. ليه؟ لان البادي انا عامله له كاتبه فيه كلام، ده اليو ام ال، انا شرحت لكم بالتفصيل، قلت لكم اليو ام ال بحط فوق اسم الكلاس، بعد كده بحط مجموعه المتغيرات، وخلي بالك اسم المتغير نقطتين فوق بعض النوع، الفايند اريا ده اسم الميثود، المفروض هنا لو عندي تاخد داتا بحط الداتا بنفس الفكره اللي انا عاملاها فوق، نقطتين فوق بعض الريتيرن داتا تايب. مجرد ما انت بتيجي تقول له نيو سيركل او نيو سيركل، فهنا عمل اوبجكت اولاني من الكلاس اللي اسمه سيركل، خلاص حط في ريدياس ب2، وهنا عمل اوبجكت تاني من برضو السيركل وحط الريدياس فيه بايه، ب5. نخلي بالنا قوي من اليو ام ال، زي ما انا قلت لكم انا بهتم بيه في الامتحان وبجيبه. يعني بنعرف الاوبجكت ازاي، خدناها قلنا اسم الكلاس، اسم الاوبجكت، اسم الكلاس، اسم الاوبجكت. طيب تكملتها قلنا بعد كده نيو، وبعد النيو بنحط الكونستراكتور بتاعي. فهو هنا في المثال ندى على الديفولت كونستراكتور، ده في المثال ده ندى على الديفولت كونستراكتور. بنأكسس الاوبجكت ازاي؟ مش انت قلت لي اسم الكلاس اسم الاوبجكت؟ اسم الاوبجكت دوت الداتا، يعني ماي سيركل دوت ريديوس، كده انا بنادي على الاوبجكت بتاعي ماي سيركل دوت ريديوس ماي سيركل دوت فايند اريا. نيجي على اول مثال، بيقول لي ديكليرينج كلاس اند كرييتينج اوبجكت، ترايت ا بروجرام ذات كرييت، عايزك تعمل برنامج بيعمل كرييت لسيركل اوبجكت من السيركل كلاس ويستخدم فيه الداتا والميثود. تعالوا نقرا البتاع الكود بتاعه. كلاس اسمه ايه؟ public class text symbol. احنا عايزين الاول نروح نكتب الكلاس بتاعنا اللي هو كان اسمه ايه، سيركل. ناخده من الكتاب كوبي، هو كان فين اهو، تمام. هاخد بس الكلاس كوبي عشان ما اقعدش اكتبهم الاول. في الكلاس اللي اسمه سيركل معرفه متغير اسمه ريدياس من نوع دبل، ومديله انيشاليزيشن بواحد. ناديت عملت بس كتبت الديفولت كونستراكتور، كتبت كونستراكتور بياخد radius جديدة اللي هو الارجومنت كونستراكتور، وعندي ميثود اسمها find area. تمام، هنيجي بقى بالكلاس التاني بتاعنا، هقول public class نسميه مثلا main. في الكلاس ده هعمل ال static void main بتاعتي اللي هو اللي احنا كنا مشغلين فيه دلوقتي، اللي هو المين اللي انا هبدأ بقى ايه، انادي
على اعمل اوبجكت بقى وانادي على الفايند اريا وانادي على الميثود واغير. خلاص اهو طيب هو عمل ايه؟ قال لي public static void main string args، عمل هو الكلاس عنده مسميه سيمبل سيركل، احنا هنسميه سيركل زي ما احنا مسمينه فوق. قلنا سيركل ماي سيركل بتساوي نيو سيركل، والراديوس مديهوله كام؟ 5. خلي بالكو انا هنا ناديت على اني كونستراكتور، ناديت على الارجومنت كونستراكتور، حتى هو هنا غير كلمة 5 خلاها اكنك بسيط للنيو ريديوس ده كام، اكنك بسيط للنيو ريديوس ده 5 تمام. بعد كده هنا قالك ايه بقى؟ سيستم دوت اوت دوت برينت لين ذا اريا اوف ذا سيركل اوف ريديوس، بعد كده زائد ماي سيركل دوت ريديوس. ماي سيركل دوت ريديوس يبقى انا دلوقتي ناديت على الاوبجكت بتاعي وناديت على القيمه اللي هي بتاعه الريديوس. هي القيمه بتاعه الريديوس كام دلوقتي يا شباب؟ هي كانت في الاول كام؟ كانت في الاول 1، لكن دلوقتي انا غيرتها خليتها كام؟ خليتها 5. بعدين هنادي بقى على الكونستراكتور، بس الكونستراكتور اللي هو مين بقى؟ اللي هو الديفولت بتاعي. الديفولت بتاعي بيبقى هيديله انيشاليزيشن بكام؟ طالما الديفولت، بقى ينادي على الريديوس اللي هي بكام؟ اللي هي بواحد. حتى انا حطيتها لك في الكومنت ان انا بعمل كرييتنج دلوقتي للايه؟ للواحد، وهيطبع برضو الداتا بتاعتي. طب لو انا جيت قلت له ماي سيركل دوت ريديوس ب 100، لو انا خليت بقى الريديوس قيمته ب 100 وبعدين غيرت بقى وطبعت الريديوس الجديده وطبعت الفايند اريا، تعالوا نشوف كده شكل الطباعه. بصوا بقى قال لي ايه؟ the area of the circle is 5. ليه؟ لان انا مستدعيه الارجومنت كونستراكتور اللي هو بياخد الريديوس خليها جديده ب5، وجاب لك الفايند اريا. the area of the circle is 1. انا دلوقتي بقول له ناديلي على الديفولت، فطالما ناديت على الديفولت فالديفولت بياخد القيمه الاساسيه اللي فوق اللي هي ب1. خلاص اللي بعدها the area of circle is 100. انا غيرت السيركل، بدل ما هو كان بواحد خليته بكام؟ خليته بمية، وتعاملت معاه على انه بمية. خلاص ده التعامل مع مين؟ التعامل مع الاوبجكت بتاعي، وان انا اعمل اكتر من اوبجكت. هو كان حاطط السيمبل سيركل تحت اهي، احنا تعاملنا بقى معاها على انها السيركل بتاعتي. بيقول لي بقى في حاجة مهمة، ده شكل الاوتبوت اهو. بيقول لي بقى ان انت لما تروح للبرنامج بتاعك المفروض ان انت بيظهر لك بصوا هنا اهو، بيظهر لي ان انا عندي كونستراكتور اسمه سيركل، وعندي كونستراكتور بياخد دبل، وعندي ميثود اسمها فايند اريا بترجع دبل، وعندي الريديوس قيمته دبل واخد انيشاليزيشن بكام؟ بواحد. دي الحاجات المعلومات الخاصه بالكلاس بتاعي. في معلومات خاصه بالمين، في معلومات خاصه بالمين. المفروض ان هو في المين هنا بيطلع لك بقى الكونستراكتور زي ما انا طلع لك في الكتاب كده، بيطلع لك ان انت اول كونستراكتور عندك، المفروض ان هو القيمه بتاعته ب5، تاني كونستراكتور اللي هو اليوج سيركل القيمه بتاعته ب1، وهكذا. طيب النقطة اللي انا كنت بقول لكم عليها، احنا كنا بنقول في البرزنتيشن كده بقول لكم اي انستنس بيبقى، اي انستنس فيلدز بيبقى تبع الكلاس، لكن لو ميثود نوعها استاتيك قلت لكم خليها على جنب دلوقتي، دي هنقولها دلوقتي. لو تفتكروا الماس كلاس لما احنا خدناها، الماس كلاس المرة اللي فاتت، كنت قايله لكم بنستدعي الميثود ازاي. كنت باجي اقول ماس دوت ميثود نيم، ماس دوت ميثود نيم.
لو ترجعوا للكتاب هتلاقوا الميثود دهيت كان نوعها ستاتيك. فطالما الميثود نوعها ستاتيك بناديها بطريقة اسم الكلاس دوت اسم الميثود، اسم الكلاس دوت اسم الميثود. تعالوا كده نجربها، نخلي بس الفايند اريا دي نوعها ستاتيك، نشوف ايه اللي هيحصل. شوف اعترض، قال لك ايه، انت ميثود نوعها ستاتيك يبقى لازم المتغيرات اللي جواها تكون نوعها ستاتيك. انا هشيل كلمة radius دي خالص، انا بس عايزة اوصل لحاجة معينة، ان انا عايزة افهمكم ان الميثود اللي نوعها ستاتيك بنستدعيها بطريقة معينة. ايه الطريقة اللي احنا بنستدعيها بيها؟ هو هنا طلعها اهو، الميثود اللي نوعها ستاتيك عشان تيجي تقدر تستدعيها، قالك بنستدعيها عن طريق ان احنا بنقول اسم الميثود. هو اسم الميثود كان فوق سيركل دوت اهو، سيركل دوت فايند اريا. سيركل دوت فايند اريا عن طريقها اقدر استدعي الميثود اللي اسمها فايند اريا. طيب لو انا جيت ما كانتش نوعها ستاتيك، هو هنا اعترض طبعا اهو، اعترض لان هي الميثود اللي نوعها ستاتيك لازم تعملها كولينج باسم الميثود دوت اسم الايه، دوت اسم اسم الكلاس دوت اسم الميثود، لان الميثود نوعها ايه، نوعها ستاتيك. خلاص، فمفيش داعي ان انت تعمل اوبجكت وتنادي على الاوبجكت بتاعي، حتى هتلاقيها دايما مع مطلعها قيمتها بكام، قيمتها بواحد، يعني هو استدعاها عادي. خلاص، فدلوقتي احنا بنتكلم ان احنا لو الميثود عندنا ستاتيك، لو الميثود عندنا ستاتيك بنستدعيه عن طريق ان احنا بنكتب اسم الكلاس دوت اسم الميثود. لكن لو الميثود بقى مش ستاتيك بنستدعيه ان احنا بنتعامل مع الايه، مع طريقه الايه او مع فكره الاوبجكت. نيجي بقى للنال فاليو. النال فاليو اللي هو القيم اللي في الاول، يعني انا مثلا لما باجي اعمل انيشاليزيشن جوه الكونستراكتور، لما باجي اعمل انيشاليزيشن جوه الكونستراكتور، ايه القيم اللي بتاخدها مثلا؟ يعني انا مثلا لو قلت لك متغير نوعه انت، فانت هتقول لي المتغير اللي نوعه انت ده هو بياخد قيمه انيشاليزيشن بزيرو. طب المتغير اللي نوعه ده بوليان، المتغير اللي نوعه بوليان بياخد قيمه فولس، فدي بنسميها الديفولت فاليو. الديفولت فاليو لو المتغير من نوع ريفرنس بيبقى الديفولت بتاعه نال، لو متغير نيوميريك بيبقى الديفولت بتاعه زيرو، لو متغير بوليان بيبقى الديفولت بتاعه فولس، لو المتغير تشار يبقى الديفولت بتاعه اليونيكود للاربع اصفار. خلاص، فدي اللي احنا عايزين نجربها، عايزين نجرب دلوقتي الديفولت لكل انواع المتغيرات. الديفولت لكل انواع المتغيرات، ادي البرنامج اول حاجه string name. الديفولت بتاع السترينج ده يكون ايه؟ بما انه string عايزين نشوف int age، قالك السترينج الديفولت بتاعه null، النيوميريك الديفولت بتاعه zero. عايزين نعمل واحدة boolean، يعني مش boolean، double x مثلا، وهنيجي اهو هنقول system.out.println للإكس وstudent.الإكس. عايزين نجرب كل الايه، كل الانواع، وبوليان المفروض بيطلع فولس، والتشار قلنا بيطلع اللي هم الاربع اصفار اليونيكود. وتعالوا نجرب، هو ده كان نوع الكلاس اسمه student، المفروض ده نسميه، هيطلع ايرور، المفروض ان احنا نسمي ده مين. عشان مسميه الكلاس فوق مين، لكن هو مسميه في الكتاب student عادي مش فارقة. اهي الاوتبوت بتاعي،
اول حاجه النيم ده كان string فطلع الديفولت بتاعه null، والage ده كان int فطلع الديفولت بتاعه 0، والx ده كان double فطلع الديفولت بتاعه 0 بشكل الدبل، والscience دي كان boolean فطلع الديفولت بتاعه false، والchar هو طلع الديفولت بتاعه مش ظاهره، بس احنا فاهمين ان هي المقصود بيها اليونيكود لمين، لليو، وجنبها 4 اصفار. حتى انا ما عملت لكم طباعه الاوت بوت مش حاطط حاجه خلاص. طيب لو انا جيت بقى مثال تاني بيقول لي ايه، public static void main empty x خلاص ما اديتهاش ديفولت، وسترينج واي وسيستم دوت اوت دوت برنت لين للاكس والواي. لو انت جيت جربتها هيقول لك هيطلع لك ايرور ان انت لازم تعمل ايه، تعمل انيشاليزيشن قبل الايه، قبل الطباعه. يبقى في البرامج العاديه المفروض تعمل انيشاليزيشن قبل الطباعه، لكن احنا مع طريقه بقى الاوبجكت اورينتد بيديني قيمه ايه، قيمه انيشال، بيديني قيمه ايه، قيمه انيشال، بيديني قيمه انيشال، القيمه الانيشال اللي هي مع الـ مع السترينج، مع السترينج نال، ومع النيوميريك صفر، ومع البوليان فولز، ومع التشار اللي هي بيطلعها لك فاضيه، او المفروض اللي هي الديفولت لليونيكود ال4 اصفار خلاص. لكن لو انت بقى في برنامج عادي لازم تعمل انيشاليزيشن للقيم دي، لازم تعمل انيشاليزيشن للقيم دي. اخر جزئيه هناخدها ايه هي الفرق ما بين الفاريبل والفرق ما بين الاوبجكت. البريميتيف تايب اللي هو نوعه المتغير انت اي بتساوي الواحد، انت بتحجز مكان في الميموري لمتغير من نوع اي قيمته بواحد. طب لو قلت سيركل سي انت بتعمل ريفرنس بقى، بيكون عندك مش عايز اقول بوينتر لان مفيش بوينتر في جافا، بيكون عندك ريفرنس انت بتشاور على عنوان، على عنوان الاوبجكت. عنوان الاوبجكت ده بينادي على الكونستراكتور، فبينادي على الكونستراكتور بروح انادي على القيم اللي في اللي انا عامله لها انيشاليزيشن عندي اللي هي الريديوس قيمتها بكام، قيمتها بواحد. ففي فرق ما بينهم، عشان كده بيقول لك لازم ان انت لما تيجي تتعامل مع الكلاس تنادي على الكونستراكتور بعد النيو. طيب لما باجي انسخ بقى، قال لك لو انت مثلا عايز تعمل جمله اي بتساوي الجي، فانت عندك الاي بواحد والجي بتساوي 2، فبقت مين بقت لما اجي اقول له الاي بتساوي الجي، فبقت الاي بقت الاي ب2 والجي ب2، يعني هنا 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 الاي، فبقت الاي ب2 والجي ب2. هنا في دي غلطه، المفروض دي الاي، فبقت الاي ب2 والجي ب2. فلما باجي اقول بقى انا غيرتها اهو، لما باجي اقول الاي بتساوي الجي، فالجي فالاي خدت قيمه الجي فبقت دي 2 ودي 2. طيب لما جيت اقول سي 1 بقى بتساوي سي 2، سي 1 دي اوبجكت وسي 2 دي اوبجكت. فقبل كده سي 1 كانت بتشاور على مكان اللي هو ده، وسي 2 كانت بتشاور على مكان اللي هو ده. فمجرد ما قلت سي 1 وسي 2، سي 1 بتساوي سي 2، فبقى سي 1 وسي 2 اهم، سي 1 وسي 2 بقى بيشاوروا على المكان بتاع سي 2. يعني قبل سي 1 كانت بتشاور على سي 1، وسي 2 كانت بتشاور على سي 2. مجرد ما بقول سي 1 بتساوي سي 2، فسي 1 وسي 2 بقوا بيشاوروا على نفس المكان. الفكره ببساطه ان اي تعامل للاوبجكت فانت بتتعامل مع ريفرنس، اي تعامل للاوبجكت فانت بتتعامل مع ريفرنس. تمام. الجزئيه اللي بعد كده لو احنا عايزين نظهر التايم بقى، لو احنا عايزين نظهر التايم بيقول لك بنستخدم كلاس، يا ريت كنتوا فاكرينه. الكلاس ده هو 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 مهم قوي ان انتوا تبقوا حافظينه، اسمه current system dot current time meals، system dot current time meals، system dot current time meals. بيطلع لي الوقت بتاعك كله بملي سكند، بيطلع لي الوقت بتاعك كله بايه، بملي سكند. انا المفروض اخد الملي سكند دي عشان احولها لسكند بقسم على 1000. طيب عشان اجيب الكرنت سكند، عشان تجيب الكرنت سكند بتاخد التوتال سكند دي تعمل لها مود على 60، وبعدين تعمل تايب كاستنج على 100، وبعدين اللي بيطلع لك من التوتال، عشان اللي هيطلع لك من التوتال سكند ده
لو قسمته على 60 يبقى بيطلع لي التوتال مينت. يبقى الرقم لو عملت له مود 60 هيطلع لي الكرنت سكند، لو عملت له على 60 هيطلع لي التوتال مينت، تمام. وبعد كده اطلع الكرنت تايم او الكرنت مينت بتاعتي بنفس الفكره، التوتال مينت على مود 60 هتطلع لي الكرنت مينت عشان اطلع عدد الساعات، فهطلع التوتال مينت على 60. وتعمل نفس الكلام بقى، بس هتعمل هنا مود مش 60 بقى، مود 24 لان عدد الساعات اليوم 24. وبعد كده هتعمل ديسبلاي للاوت بوت بتاعك، خلاص. في بقى كلاس اللي هو ده استخدمنا عشان نظهر الساعه، استخدمنا حاجه اسمها ايه، السيستم دوت كارنت تايم ميلز. السيستم دوت كارنت تايم ميلز بترجع لك بالملي سكند اليوم والشهر والسنه وكل حاجه بملي سكند. ببدا اعمل انا اكستراكت لكل حاجه لوحدها. اول حاجه الرقم اللي طلع لي ده بقسمه على الالف بيطلع لي توتال سكند، باخد التوتال سكند دي مود 60 تطلع لي الثواني الفعليه، ولما اقسمها على 60 تطلع لي الدقائق كلها، باخد الدقائق دي مود 60 تطلع لي الدقائق الفعليه، على 60 بتطلع لي عدد الساعات، باخد عدد الساعات ده مود ال 24 يطلع لي الساعات الفعليه بتاعتي وهربح. امال ايه الديت كلاس؟ قال لك الديت كلاس عشان تستخدمه بنقول جافا دوت يوتيل دوت ديت، ديت ده اسم الاوبجكت، بتساوي نيو جافا دوت يوتيل دوت ديت، بتطلع لك ايه التاريخ ده، بتطلع لك بقى بالشكل ده سان مارش، يعني الـ 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 اليوم الشهر السنه الساعه، بتطلع له كل الداتا بتاعتك. ومجرد ان انت بتقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لين للديت دوت دوت تو سترينج، خلاص. في هنا ايه تاني؟ في هنا مثال بيخليك تستخدم الجي فريم. ده مهم، عايزين نطلع فريمه زي الفريمه اللي قدامنا دي، عايزين نطلع فريمه زي الفريمه اللي قدامنا دي. عشان تطلع فريمه زي الفريمه اللي قدامنا دي بنقول امبورت جافا اكس دوت سوينج دوت جي فريم. فانا هنادي على كلاس اسمه جي فريم، هقول له بابليك كلاس تيست فريم بابليك ستاتيك فويد مين. قبل ما نخش على المين هنشوف، قبل ما نخش على المين المفروض ان احنا بنستدعي الكلاس اللي اسمه ايه، جي فريم. هاجم الجي فريم ده اهو، واعمل اوبجكت اسمه فريم واحد. الجي فريم ده فيها ميثود كتيره جواه، ما انا بتعامل بقى بطريقه الاوبجكت اورينتد، فانا عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جي فريم، فنادي على الميثود بقى. اول حاجه اسمها سيت تايتل، فانا بعمل عنوان للفريم بتاعي. سيت سايز، فانا بحدد السايز بتاع المنيو بتاعتي، عدد الصفوف وعدد الاعمده كام في كام. سيت لوكيشن، يا ترى هي مكانها في الميموري في السكرينه بتاعتي هتظهر لي ازاي. سيت فيزابل، يا ترى هي واضحه ولا مستخبيه تحت في التاسك بار، تمام. دي مثال، عملت فريم تاني اسمه فريم 2 وسميته ويندو 2 وحطيت السايز بتاعه ب 200 و150 وحطيت اللوكيشن بتاعته في 410 و100 وخليته سيت فيزابل. فبقى عندي اتنين فريم، واحد اسمه ويندو 1 وواحد اسمه ويندو 2. عايزاكم تجربوها ديت. الجزئيه اللي بعد كده هنبقى اشرحها المره الجايه بالتفصيل، بس احنا قلناها برضو اللي هي الموديفاير بتاعتي. قلنا البابليك بيبقى اكسس انسايد واوت سايد الكلاس، والبرايفت بيكون انسايد الكلاس بس. في واحده بقى اسمها ديفولت، قال لك الديفولت بتكون انسايد الباكج، يعني جوه الباكج بتاعتي، جوه الباكج بتاعتي. بعد كده بيقول لك ليه انا بعرف الداتا فيلد برايفت، قال لك عشان اعمل بروتكت للداتا واقدر اتعامل مع الكلاس بسهوله، طالما حافظت على الداتا بتاعتي فاقدر استعملها بسهوله. نيجي بقى نبص هنا، انا جوه الباكج اهو باكج بي 1 وبره الباكج اهو اللي هي بي 2، بابليك وبرايفت، وفي بقى الديفولت اللي هو ما بيبقاش متعرف له حاجه اللي هو المتغير اللي اسمه وان، وعندي ميثود بابليك وعندي ميثود ديفولت وعندي ميثود برايفت. اول حاجه عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سي 1، فسي واحد تقدر تاكسس مين؟ تاكسس الاكس لان الاكس بابليك، وتقدر تاكسس مين؟ تاكسس الواي لان انا جوه الباكج، لكن ما اقدرش اكسس الزد. اقدر اكسس الام، واقدر الام واحد والام اتنين، ما اقدرش اكسس الام تلاته لان الام تلاته والزد نوعهم برايفت، فما ينفعش يتاكسسوا بره الكلاس. طب انا بره الباكج بقى، بره الباكج ولا ينفع ديفولت ولا ينفع برايفت، امال ايه اللي ينفع بس طالما انا بره الباكج؟
اللي ينفع مين؟ اللي ينفع الايه؟ البابل. برضو خدنا السيت والجيت، الجيتر والسيتر دول الميثود اللي انا بعملهم، واتفقت معاكم بنعملهم ازاي لما جربناهم مع الـ مع الـ في البرزنتيشن. هنا هيعمل لك تيست للكلاس ويشوف الجيت ريدياس والسيت ريدياس للكلاس بتاعنا اللي هو السيركل، برضو جربوها. والمرة الجاية ان شاء الله هنبتدي بالكلاس السيركل من اول هنا بالجيت والسيت. خلاص اتمنى ان الجزئية دي تكون اتفهمت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.